ونهوضا بالاقتصاد الوطني ترجمة فعالية للإرادة والرؤية المشتركة حول تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الجزائرية العمومية والخاصة، نقاط ناقشها اللقاء الذي جمع اليوم أعضاء المكتبين التنفيذيين للكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بحضور رئيسي المنظمتين كمال مولا ومحمد السعيد نايت عبد العزيز، اللذين أكدا أن هذا اللقاء يأتي بعد قرار انضمام الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل إلى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. التقاء جهود منظمتنا المتحدين في إرادتها لتعزيز الحوار الاجتماعي والنهوض بالاقتصاد الجزائري والمساهمة وتوفير فرص العمل للشباب والعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطن هو خطوة طبيعية ومنطقية في وقت يحتاج فيه وطننا إلى جميع القوى الحية للأمة. انضمامنا لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري خطوة هامة تسمح للمؤسسات الجزائرية بالمساهمة في دعم وبناء اقتصاد قوي، خاصة وأنها المنبع الرئيسي لاستحداث الثروة وفرص العمل.